فاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بالنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. سجل هدفي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 4 و8، بينما سجل هدف بوركينا فاسو لاسنا تراوري في الدقيقة 56، وبكده رفع منتخب مصر رصيده لتسع نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث. منتخب غينيا بيساو اتعادل مع منتخب اثيوبيا بنتيجة 0-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ومنتخب الجزائر خسر أمام منتخب غينيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لدور المجموعات لتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. ومنتخب فلسطين اتعادل مع منتخب لبنان بنتيجة 0-0 في اللقاء اللي جمع المنتخبين على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم أسيا 2027. رفع منتخب فلسطين رصيده ل8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة خلف أستراليا صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما رفع منتخب لبنان رصيده ل3 نقاط في المركز الثالث، وبالنتيجة دي بيتأهل منتخب فلسطين إلى كأس آسيا 2027 رسميا، ومعاها بطاقة للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية والمزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. منتخب السعودية بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني فاز على منتخب باكستان بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وبكده بيتأهل المنتخب السعودي للدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال قبل جولة من الختام. ومنتخب هولندا فاز على منتخب كندا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية واللي جمعتهم على ملعب فاينيارد ضمن استعدادات الطواحين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.